ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يعني مرحبا بك، وما هو أهم ما تم مراعاته والتأكيد عليه خلال الاتفاق على تشكيل تحالف لخوض انتخابات مجلس النواب؟ مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا كان أبرز وأهم ما تم الاتفاق عليه في تحالف انتخابي زي ده، يعتبر الأكبر من نوعه في العصر السياسي الحديث في مصر باختلاف توجهاته وتنوعاته، ان تنحية المصالح الحزبية والاهتمام بان احنا نقول يعني يكون في رسالة للعالم كله ان الأحزاب السياسية المصرية بتتحالف رغم اختلافها لمصلحة الوطن ولمصلحة مصر. كان الجميع عنده إدراك تام أن احنا في مرحلة من التحدي مهمة جدا، أن يتقال للعالم كله أن الأحزاب السياسية المصرية مهتمة أنها تشارك في بناء السياسة المصرية، تشارك في الاستحقاقات الانتخابية، تكون تحت قبة البرلمان، بتعبر عن تياراتها وبتعبر عن اتجاهاتها. نعم. تحالف انتخابي صحيح، ولكنه في نفس الوقت ليس سياسي، وهي لها كامل الحرية تعبر عن نفسها تحت قبة البرلمان. نعم. طب فيما يخص مجلس النواب القادم، يعني ما رؤيتكم فيما يخص التشكيل وأيضا أولويات الموضوع على أجندة يعني اهتماماتكم في داخل أو تحت قبة البرلمان في المجلس القادم؟ يعني مجلس النواب القادم هو إن شاء الله هيكون أولا استمرار لبناء الحياة الديمقراطية المصرية، وبنتوقع أن يكون في مشاركة حزبية وسياسية أكثر من المجلس 2015، وده هيبقى تطور ونتاج طبيعي للانفتاح السياسي ولاستمرار الحياة السياسية المصرية. ده رقم واحد. رقم اثنين، هيكون مجلس النواب يمكن حظه أوفر وأحسن من مجلس نواب 2015 لسببين. السبب الأول هو استقرار الحياة السياسية المصرية واستقرار الدولة المصرية والمؤسسات المصرية. السبب الثاني هيكون وجود مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هيبقى ذراع تشريعي مهم، وهيخفف العبء على البرلمان في تشريع القوانين وفي دراستها وفي عمل دراسة حواليها، ويكون فيها شق فني أو شق احترافي أكبر كثير جدا. فهيكون إصدار القوانين أسرع، هيكون أقوى، هيكون منضبط تشريعيا بطريقة أفضل. مجلس النواب القادم كمان هيبقى عنده فرصة إن هو يقدر يمارس دوره الرقابي ودوره الخدمي لحين وجود المحليات. نعم. فهتكون المنظومة أكثر تكاملا وأكثر انضباطا، وهتكون برضو تطور لما تقوم به الدولة المصرية من تنمية للحياة السياسية المصرية. نعم، أشكرك الأستاذ محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك.